رجعنا لكم، مرحبا بكم مرة أخرى. كانت قاعدة مزيانة 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 برشا مع البحر الرحالي، ممثل نحبوه نموتوا عليه الناس الكل، وأكيد أنه كسب إعجابكم وكسب محبتكم بعد المشاركة نتاعو المزيانة برشا في مسلسل النوبة، اللي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتى ولو كان تحسوه تسكر شوية كان المسلسل، إن شاء الله تطلع لنا بطلعة يا عبد الحميد بوشناق وتكمل لنا تروزيام بارتي. خلينا عام الجاي زادة في رمضان نزيدوا نتمتعوا أكثر كيف وكما برشا مسلسلات عملناو في رمضان، لقات نجاحات مزيانة برشا. يا ربي إن شاء الله إن شاء الله نمشيو على خطى مزيانة في الثقافة، وإن شاء الله تتحسن البلاد، وإن شاء الله تتحسن الثقافة أكثر فأكثر. بالمناسبة الثقافة، بالمناسبة سعيدة هذيا بحذية زميل شقيق، كل ما يبدأ بحذينا جزائري أو ليبي أو مغربي معناتها عبارة بحذينا تونسي. علاش؟ على خاطر هذوما اشقائنا، اخواتنا، اصحابنا، ولاد عمنا، الدم مخلط والحمد لله مرحبا بهم ديما وفي كل وقت. دونك معايا مدير مهرجان اوسكار العرب مهند الغزاوي، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك. صباح الورد. لاباس؟ الحمد لله يا رب. شو احوالك؟ الحمد لله. كيفاش خليت ليبيا؟ الحمد لله ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. لاباس؟ الحمد لله ان شاء الله. مع المره الاخرى قعدت شويه انا والفنان الكبير الاعلامي القدير رؤوف كوكا اللي هو يخدم للاعمال في ليبيا، في ليبيا، وقال لي راهو مش كيما يحكيوا على ليبيا. صحيح. حرب ودنيا ماكله بعضها وقصف ورصاص، وقال لي ليره، وقال لي يمكن يكونوا هذوكم موجودين في اماكن معينه. صحيح. اما راهو فما اماكن في ليبيا كالعاده ما فيها حتى شيء. مضبوط. صحيح صحيح. في تأويل شويه بالاعلام قاعد صاير على صوره ليبيا وبالاخص طرابلس، بس الحمد لله نعتبره نوعا ما ان الحياه طبيعيه في ليبيا، وان الحياه قاعده، الشعب الليبي قاعد يتعايش، وفي فعاليات في الثقافه قاعده تصير حتى في مدينه طرابلس، وان شاء الله يا رب نأمل ان البلاد تكون امنه. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بقدره ربي نوصلوا للامان، لانه إن امانكم من اماننا العالم المغاربي الكل. ان شاء الله ربي يحفظه ويأمنه ان شاء الله. دونك نحبوا ناخذوا تفاصيل على مهرجان اوسكار العرب اللي قاعد يتعرف بشويه بشويه، وهذه توا الدوره الثالثه ان شاء الله، اللي باش تكون فعاليتها باش تكون والحمد لله. مرحبا بكم في تونس. طبعا احنا ثاني سنه ان شاء الله يكون الدوره في تونس، مهرجان اوسكار اريبيا. تونس طبعا يتم اختيارها كبلد دائما تكون بلد امن، ان شاء الله ربي يدوم الامن على تونس ان شاء الله يا رب. وديما عندكم تونس. تونس واحنا تونس. عنا ليبيا. اكيد اكيد. احنا نعتبره بلد واحده على فرق الحدود. أكيد. بس لا اكثر لا اقل. والفنانين يعني اغلبهم كانوا مستريحين اكثر ان هم يكونوا في تونس، وانها تستضيفهم الدوله التونسيه في مهرجان اوسكار. وفي تسهيلات يعني لوجستيه للتنظيم للحدث على ارض تونس، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون حدث والدوره تكون ناجحه ان شاء الله يا رب. دونك انت مدير شركه سوشيال ستارز. نعم. اللي هي مقرها في ليبيا. انت معناتها كيفاش جاتك الفكره باش توصل تعمل مهرجان لاوسكار، سورتو انه كنت تفسر لي انه هو مش كيما المهرجانات الاخرين التقليديين اللي فيهم يتلموا فنانين. صحيح. او مثلا فرق مسرحيه والا مطربين والا فرق موسيقيه ويعملوا مسابقات وبعد شكون اللي يربح، هذايا من نوع اخر. صحيح. هذايا يتعدى طول للتكريم نتاع الفنانين اللي الحق، خصوصا احنا اذا كنا نحكيو على رواحنا نحن في تونس او انتم في ليبيا، يظهر لي مش بعد برشا في ثقافه على بعضنا نفس الشيء، ما نوصلوا نكرموا فنان. صحيح. الا بعد وفاته. صحيح. دونك صحيح. الشركه نتاعك وانت بالذات في شخصك قررت انك تعمل المهرجان هذايا لتكريم معناتها الفنانين العرب والمبدعين العرب قبل ما يوفيهم الاجل، دونك تكرمهم في حياتهم. صحيح. قبل. الفكره جت من اول حاجه من المنطلق هذا، ان دائما الفنان بعد ما يتم وفاته يتم تكريمه، وان يصير كل الفن او كل الوسط الاعلامي او الفني يبدا يتحرك ويقول لك دايرين تكريم لروح فلان، ليش ما يتكرمش فيه هو حي؟ ليش ما يعيشش اللحظات التكريمه هو عايش؟ درنا الاولى، الدوره الاولى كانت في 2016 في طرابلس، الحمد لله نجحت الدوره. يمكن الاسم كان ضارب في المهرجان اوسكار، وكان يشبه في كل الفنان يشبه فيه انه اسم فخامه انه اخذ اوسكار، كان محلي وكان باعتماد محلي. السنه الثانيه اعتمد عربيا، السنه الثالثه السنه هذه اعتمد من جامعه الدول العربيه واعتمد من الاتحاد العربي للثقافه، فالحمد لله الموضوع كبر، اعتمدنا الاسم من جامعه الدول
وكل الفنانين يعني من العام اللي فات كانت الدورة كل الفنانين كانوا فرحانين بالتكريم وكانوا سعداء بالتكريم وان هم تحصلوا على جائزة الأوسكارز، وان شاء الله يا رب تكون الدورة هذه فعالة. الدورة الثانية شكون كرمت؟ كرمنا الفنان العراقي سيف نبيل، كان أول مرة يكون في تونس. كرمنا الفنانة مادلين مطر، كرمنا إيلي خوري، كرمنا توني أبي كرم، كرمنا العملاق لطفي بوشناق، كرمنا الفنانة فايزة المحرزي، كرمنا الفنان الليبي محمد حسن الله يرحمه. فكان في مجموعة من المكرمين. دونك سنة باش تكرموا من لبنان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كيفاش باش تكون ظروف نظرا للاحداث الكارثيه اللي صارت صحيح. في لبنان؟ اول حاجه احنا نقولوا للشعب اللبناني، طبعا انا مقيم في لبنان، ونقول لهم ان شاء الله يا رب يعم السلام على لبنان. انت باش نقص عليك، مقيم في لبنان؟ مقيم في لبنان وليبيا، لكن اكثر كنت بلبنان. يعني اغلبيه الفنانين المقيمين في لبنان كلهم يعيشوا حول المرفأ وين صارت الكارثه. صحيح، وين صارت الموضوع صحيح. يعني انت دارك قريبه للمكان؟ احنا في كورنيش المزرعه، في كورنيش المزرعه احنا. يعني مش يعني نعتبره نوعا ما، يعني تعتبر يعني بنقول لك سنتر، يعني تعتبر السنتر نتاع لبنان. فاول حاجه احنا نوصلوا تحيه لاهلنا بلبنان ولاصحابنا، وان شاء الله يا رب يرحم الشهداء اللي تسقطوا امس في من خلال التفجير، وان شاء الله يعم السلام على لبنان. ان نعتبر لبنان هي ست الكل زي ما يقولوا اللبنانيين. فبالنسبه للنجوم المكرمين اللبنانيين احنا توا قاعدين في اتصال من امس معاهم. للاسف في بعض النجوم تنضروا يعني حتى جسديا، منهم الفنانه الكبيره ونجمتنا نادين نجيم اللي كانت في العمليه 6 ساعات امس تحت القصف. في مجموعه من الستار سعد رمضان من ضمن المكرمين في المهرجان. فان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون في 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 خطوه ان شاء الله. يعني نادين نجيم البارح كانت تحت عمليه 6 ساعات، كيفاش انضرت؟ كانت هي في الطابق 22 وصار فيه الهز، ونزلت طبعا على رجلها من الطابق 22 نزلت تحت مع اولادها. اي مع صغارها، وقفت سياره بسياره من الشعب باش يرفعها للكلينيك، وقعدت 6 ساعات تحت العمليه. يعني ما فهمتش، يعني القصف اللي صار يمكن الارتداد نتاع الانفجار صحيح. هو اللي اثر على الشباب. صحيح، دونك هي تضرت في بدنها، في يعني في جسمها. اي في جسمها بالبلاره، نتيجه الضرب والمرش والتكسير. ولا اولاد اولادها سبا؟ والله لا، هم امورهم تمام، لكن هي اللي انصابت، هي نادين انصابت. يمكن لانه هي الباب نتاعها هي الموجوده. صحيح. على صحيح. هو راهو الاغلب راهو كلهم، يعني حتى النجمه هيفا وهبي اليسا، كلهم النجمات يعتبروا كلهم انضروا امبارح من خلال القصف. انا ممثله بطبعي وذوقي ياسر صعيب في التمثيل، ويمكن كان تقول لي شكون عندك توا هكا في مخك كممثله يعجبوك. نجم نسمي لك مصريه، ونجم نسمي لك نادين نجيم اللي انا صحيح. معجبه بها دايوغ، من بين الممثلات اللي انا ابوني معاها معناتها. وبعثت لها حتى برشا مرات سلام مع الدي او بي نتاعنا نتاع محمد المغراوي. دونك ما نجم كان نتفجع كي نسمع هكا ونقول لك نادين نجيم ان شاء الله ان شاء الله لاباس. خليني نقول لك اختي ان شاء الله لاباس، اليوم نهار كبير فعلا صحيح. بالحق اليوم قاعدين نخدموا بالسيف ونشدوا في دمعتنا بالسيف صحيح. سورتو كي تعطيني هكايا معناتها مفاجاه كي من هكا في اللايف، ربي قدرني باش نكمل الحوار معاك. دونك باش نكرموا سنة ان شاء الله في اوسكار، خلينا نقول باش نكرموا معناتها زي وليت من العائله نتاعنا. محمد رمضان وتكريم الفنانه امينه فاخر والاعلاميه الكويتيه حليمه بولانت وبرشا اخرين صحيح. اي في مجموعه كبيره طبعا من النجوم اللي حيتم تكريمهم في خلال الدوره. من تونس احنا سلمنا الموضوع لنقابه المهن الموسيقيه ان هي تتكفل باختيار نجومها في تونس، لان السنه اللي فاتت صارت شويه لغط، شركه ليبيه او جهه ليبيه جايه تكرم في التونسيين، فحابين ما عادش نبوا ان احنا كشركه نخشوا في موضوع التكريمات. نعطوا لكل شخص تخصصه. احنا تمنينا ان وزاره الثقافه التونسيه تكون هي اللي تشكل نجومها، وهي اللي تعطي كل سنه قائمه بنجوم المكرمين، ولكن نقابه المهن الموسيقيه مشكور سيد ماهر الهمامي تكفل بهالمهمة هذه، وأعطانا أسماء منهم النجمة طبعا الأمينة فاخت، منهم الفنان عبد الكريم صحابه، الفنان الشعبي هادي حبوبة، الممثلة القديرة منى نور الدين، الفنانة إيمان الشريف، شيرين اللجمي، في مجموعة من النجوم. طبعا احنا كشركة أصرينا أن يكون في تكريم لروح الفنانة منيرة حمدي وللفنان حسن الدهماني. فإن شاء الله يا رب
يكون من تونس يكونوا هالنجوم ان الناس تكون راضيه على اختياراتهم. جوستومون دونك كنت قلت لي وزاره الثقافه ما عطتكش يعني ما عطتكمش ليست للممثلين. احنا تمنينا ان هي تكون موجوده. ما عطتكمش؟ لا 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 طلبتوا انتم وهي ما عطتكمش. راسلنا احنا بصفه رسميه وزاره الثقافه ولكن ما فيش ما فماش رد. هذا في كان في عهد شكون معناها؟ العهد الحالي. العهد معناتها وزيره الثقافه الحالي السيد الوزير شيراز العتيري مش في العهد السابق نتاع لا 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 جوستومون ما رجعت لكمش المراسله ولا حتى نهائي ما عندناش رد. ما رجع لكم حتى شيء ولا رد. انتم تسلمتوا وصل بالمراسله اللي عندنا تشارج اللي تشارجوا عليها في ما نعرف شنو هو المكان يقولوا له مكتب المواطن او تعامل المواطن هاي. بس رد ما فيش. رد ما فيش. سي بون معناتها كيفاش في الاخر جاي المخكم باش تكرموا منين رجين معناتها الوحيده من ضمن برشا سيدات عندنا في تونس صحيح يستاهلوا انهم تكريم يمكن خاطر ممكن كنتوما كشركه تعرفوها دونك قلتوا صحيح بالضبط صحيح هذا اللي صار هذا اللي صار نمشيو نحن وحدنا للتكريمات صحيح. اما الاسماء كيما مثلا نقول لك انا الهيجي حبوبه والا سميت لي عبد الكريم وصحابه عندنا الشواشي هذوما الكل انا نقول لك ونبصم لك العشرة انهم يستحقوا الف 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 تكريم حتى صحيح. شيرين اللجمي صحيح. رغم اللي فنانة صغيرة برشا احنا خذيناها كأفضل فنانة شابة جوستومون اما فريمون شيرين شابو با اختي كل مرة تدهشنا بحاجة صحيح. مزيانة وحاجة جميلة وتعرف صعيب انه العبد يتعلق بغنية دونك مزبوط. كل ما تعمل شيرين غنية كل ما احنا بديو متعلقين بها اكثر فاكثر يعطيكم الصحه فريمون مجهود يذكر فيشكر دونك السيستيم نتاعكم انكم المهرجان ما يبداش يخدم مع معناتها يعني فما لجان لجان تحكيم لجان تحكيم هي اللي تختار صحيح وتقعد تخدم قبل ما يبدا المهرجان لين يوصل المهرجان تلقاو رواحكم اخترتوا الناس اللي باش تكرموهم يعني هو على شكل سهرات هو سهره فنيه هو سهره تكريميه احنا من الساعه 8 للساعه 9 ريد كاربت اللي هو دخول النجوم على اللبسات الاحمر اي من الساعه 9 للمنتصف الليل للساعه 1 حيكون التكريمات فعاليات التكريمات كل فنان حيكرم كمغني يعطي عمل فني او عمل اللي كرم عليه فيه فعاليات طبعا حيكون في ديفيلي لريفا طبعا هذا ديفيلي حنطعموا به المهرجان وحابين يكون مهرجان بصفه رسميه مهرجان رسمي مهرجان تكريمي رسمي بلس ان احنا اليوم نشكر وزاره الصحه التونسيه اللي كانت متفاعله معنا اليوم اعطتنا الترخيص لدخول النجوم للتراب التونسي بنشكر مدام انصاف بن علي والسيد الاستاذ محمد الرابحي على تفاعله معنا وعلى على مجهودهم الذي يذكر فيشكر ومسؤوليتهم اللي ما توفاش وبالرغم ذاك وكل اعطاوا الرخصه للفنانين باش يدخلوا والرخصه راهو على فكره الرخصه فيها شروط والرخصه فيها تعليمات وفيها بروتوكول معين بروتوكول صحي صحي منهم ان كل فنان يكون معاه تحليل ما يتجاوز 72 ساعه اللي هو تحليل دم وتحليل مسح بلس ان فيه طاقم طبي يكون في الاوتيل اللي يصير فيه المهرجان موجود تحت ذمه الضيوف المهرجان ان يكون فيه التباعد الاجتماعي من خلال القاعه ان نص نص القاعه يتم دخولهم ونص القاعه يصير فيه التباعد فكل احترمنا احنا كل الشروط اللي تم الاتفاق عليها وان شاء الله يا رب يكون الحفل ناجح بنفس الطريقه اللي حابينها هو حفل فقط حفل فقط ماهوش مفتوح للعموم لا دعوات في اي بي للعموم. لا في اي بي دونك في اي بي خاص بالضيوف نتاع المهرجان فقط نشكرت وزاره الصحه نتمنى انه يجي نهار ونشكر وزاره الثقافه حتى لتوا ما جانيش الشرف العظيم هذايا اني نشكركم ما فهمتش وقتاش باش يجي ان شاء الله قبل ما نموت وترسي لي مكرمه في الاوسكار دونك شفنا انه الاتحاد العربي للثقافه يعتمد مهرجان اوسكار العرب هي دكتور عائشة طبعا رئيس الاتحاد العربي والله في ناس تحترم الثقافة وتحترم الفن وتدعم معنويا المهرجانات اللي قاعدة تصير حتى احنا مهند نحترم الثقافة ونحترم الفن واكيد انكم تعرفوا الشيء ذي اذا كان فما يصير انه نقص في بعض مؤسساتنا اعتبروها مؤسساتكم وعدي ولا اكيد لا 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 مش مشكله عادي احنا والله تمنينا قلت لك حتى لما رسلنا انا رسلت من كنت في ليبيا وزاره الثقافه وتمنينا ان وزاره الثقافه تكون حاضره وان تكون هي الكيان الرسمي للمهرجان في تونس وان هي اللي تراسل وان هي اللي تختار نجومها لان قاعد نقول لك ما باش يصير اللغط ان اشخاص ليبيين او لبنانيين هم اللي قاعدين يكرموا في نجوم تونس لا من بعد راهو باش يلوموا عليك انت صحيح باش يلوموا يقول لك
يقول لك جي وعامل المهرجان. عندنا ما مكرم حتى مزبوط. حتى ممثل تونسي والممثلين اكيد اني انا بيجي نتقلق نبرا فيه في ظلم رصايره واحده بركه مكرمه معناتها ممثله تونسيه واحده تستاهل كل تكريمات الدنيا منى نور الدين. متمنين في اشخاص اخرى صحيح ثم اشخاص اخرين يلزمهم يتكرموا كما كان بحذنا مثلا الممثل بشير الرحالي اللي فريمون قيدوم في المسرح والبحر الرحالي اللي هو قيدوم في المسرح واللي فريمون عمل معناتها اعمال سورتو سناف ما نعرفش كان تبعت النوبه كان شفته فريمون معناتها حاجه مبدع مبدع والله ما فماش علاش في مناسبه كي من هكا ما يتكررش. ما نقول لك شيء احنا كشركه كل دوله راسلوا في نقابه المهن مثلا الموسيقى راسلوا في الصحافه نقابه الصحفيين راسلوا في وزاره الثقافه الدوله اللي المفروض تختار نجومها نطلبوا منهم تكريم ممثلين فنانين اعلاميين صحفيين اعطونا من كل فئه شخصين أي. عنصر نسائي وعنصر رجالي أي. مصر نشكر الفنان هاني شاكر اللي اهتم بنجومه في مصر الثقافة المصرية الثقافة اللبنانية النقابات في الأردن في الإمارات في الكويت كلهم اهتموا وعطونا قوائم أمانة إلا في تونس في تونس تكفل به الموضوع نقابة المهن الموسيقية مشكورين اللي قاموا بمجهود بالنسبة للممثلين ما فما حد شيء فعلا. دونك ما عندك ما باش تخسر العام الجاي كلمني إن شاء الله اتصل بيا أو اتصل بفدوى منصوري المعدة توا نعطيوك احنا ليستا وانت تختار شنو اللي تنجم يكون بما انه للاسف الشديد نقابتنا كممثلين ماهيش قاعده تخدم او انه ان شاء الله من هوني العام الجاي تكون الاسس نتاع نقابه الممثلين بدات توضاح وقتها انا نعطيك رئيس النقابه والنائب نتاعها وانت تتصل به هو يرشح لك شكون جميل دونك هذه المشكله هذه نحيها من مخك مع اني نتمنى انه ليبيا ترجع كيما كانت ونتمنى انه احنا نجي وضيفين عندكم هذيك قدره الله وباذنه دونك اذا كان فما معلومه تحب توصلها للناس مهند وانا ما وصلتهاش والله شوفي احنا انا بالحاج مش معلومه هي هو شكر 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 لان تونس بأمانة احتضنت المهرجان للدورة الثانية تونس يعني في الأمور اللوجستية وحتى من أمور الدولة أن هي اهتمت بالموضوع أن هي نعتبره لحد الآن نشحت المهرجان اللي بنشكر دولتنا دولة ليبيا القنصلية الليبية بتونس على اهتمامها الملحقية العالمية اللي اهتمت مدونين منهم نشكر اكيد مدوننا السيد جمال كفالي كل الناس اللي اشتغلت من دبلوماسيين من رجال اعمال في ليبيا الموجودين في تونس على تنظيم وعلى تجهيز وعلى دعم المهرجان الاوسكار لحد ما اننا نوصلوا فيه احنا صايره تو احنا في محرقه صايره احنا كلجنه تنظيم بلس ان فيه الدولات لبنان متضره وفيه ليبيا مسكره على تونس وفيه دول قاعده في الخط الاحمر امس كيف توصلنا مع السيد محمد بن رابح طبعا هو المسؤول على الحجر الصحي في تونس تو قبل ما نكون معاك اتصل كان ان مهندس استلمت الترخيص للدخول الفنانين فتخيلي انت بعد حفله ثلاثة ايام تاخذ ترخيص انك انت فنانينك يدخلوا لتونس فمازال في بعض التجهيزات الاخرى في تجهيزات في ديكور في بروفات في استقبال في مطار تونس قرطاج ان شاء الله يا رب ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله تكون موفق المعروف عليه لان وجهي مبروك ان شاء الله يا رب معروف حمد الله يا ربي دونك ان شاء الله يكون وجوهنا مبروك عليك ان شاء الله تبدا الدوره مبروك عليك ان شاء الله من النجاح والتوفيق ونحن كنا متشرفين بوجودك معنا مدير مهرجان اوسكار العرب مهند الغزالي ان شاء الله في اعمال جديده ان شاء الله علاش ليه ما تكونش فما اعمال سينمائيه او اعمال تلفزيه ان شاء الله تكون مشتركه بين ان شاء الله يا رب اكيد بين بين, بين تونس وبين ليبيا فما برشا اعمال قاعده تصير اما ان شاء الله تكون انت موجوده فيها كمنتج دونك مرحبا بيك الله يخليك حيث شكرا حيث لك مع الماكله التونسيه ساعه بكره جميله بنينه سي بون عمل بشق تفطر بحذينا اليوم ان شاء الله وين وصلت شيف والله توا هاني جينواز قصيتها باش نعمل لها الماسكاج ما زلت الجينواز اللي عملتها ان اي هذيك ايديات كوثر ان شاء الله عملت لكم جينواز هيله وزدناها كرشه لوز باش وليت لا جوكونت وطابت وامورها واضحه قصيناها على ثلاثه نستناو الكريمه نتاعنا تبرد شويه ومن بعد نرجعوا لها حطينا الباتي نتاعنا شوفوا كما شافوا الساده المشاهدين تابعونا حلينا العجينه نتاعنا وطبعناها بالسيركل يكون مشرف كيما هكايا لومبورت بيس هذا يكون مشرف طبعناهم دي سيركل كيما السابلي وحطينا الفارس نتاعنا الفارس نتاعنا اللي هو يتكون من وإلى عن علي جوتا وطن وجبن أكهو اللي يحب يزيد معها كعبة عظم مصموتة
هذيك حكايه اخرى اختياريه. اختياريه، اما احنا توا خذينا القوطه والطن وجبن وشويه ملح وحطينا في وسط الباتيه كعبه زيتون وكعبه كبار، اختياري زاد هذا كل اختياري، والفارس اللي موجود نجم تحطه، اما درجه الحراره تكون 180 درجه لمده 35 دقيقه. اختي شيف، تفضل. شيف مريض انت اليوم هكاك شويه يردوا بكم الدليع. بسم الله على خويا الشيف جاي دوب ما جاي، اول وصايه وصحي لي قال لي رد بالك من الدلاع، اسمي لانه شيف مرض بالدلاع. بسم الله عليك. تقلقنا امبارح كل في الدار الناس الكل ولاد وانا ذيك هو الكلكم عايلك الفيران قاعد يدور توا، معناها نوصيكم باش تردوا بالكم من الدلاع. واصابع الاتهام الكل موجهه للدلاع. للدلاع نورمال، ما والله اعلم العلم لله، اما اللي هو انا نقول لكم حاجه، الدلاع ما عادش تاخذوا الدلاع اللي مقسوم. خذ دلاعه كامله، حاول تاخذ الدلاع صغير على قدرك، خاطر هيك الدلاع المقسوم هذاك يلم لي ميكروبك البابي سيلوفان. جوستومون دونك حاولوا تاخذوا دلاعه كامله، حتى كان تحس روحكم مستغنين عليها تنجم تهديها للشطر لجارك. صحيح. المفيد ما تاخذوش حاجه مش مسكره وبعد ترسلكم كما شيف امين واولاده. الدلاعه اللي هي مغطيه وسيلوفان وضربتها الشمس وضربها الهواء تلم لي ميكروب، معناها ردوا بالنا بالحق ردوا بالنا. ان شاء الله لاباس يا شيف، صدقني ضحكني وانا ما عينيش مش معروف، نقعد نرفز وخلينا نضحك شوي، انت معروف بالضحك. ان شاء الله والله الامل بالحق اللي صار البارحه اثر علينا الناس الكل سلبا، معناتها ما نتمناوش الشيء هذاك يصير في حتى بلاد في العالم. ربي معاكم وتعازينا مره اخرى للشعب اللبناني الجريح، تعازينا تعازينا. نمشيو نحن فاصل ونرجعوا لكم، مازلنا متواصلين مع الترب ومع الغناء، ما زلت فقراتنا متواصله في نهارك زين على قناه تلفزه تي في. يا توتوت لبيروت من قلبي سلام لبيروت، وقبل للبحر والبيوت، لصخره كانها وجه بحار قديم، هي من روح الشعب خمر، هي من عرقه خبز وياسمين، فكيف صار